ضربوا المسؤول على كرة القدم التونسية. ضربوا وديع الجري. وديع الجري يقول لك طارق ضربني. لا 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 ضربوا وزكى وزكى شوف وزكى وزكى لقجع وزكى وروايتي لقجع. أحمد أحمد رئيس السابق بتاع الكاف زوجته مغربية. شوف شو عمل في الكرة في المغرب اليوم شنو اللي موجود في التاون شوف نسيتوا حقوقكم في الكاف لا 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 معناها يسكن في المغرب وزوجته مغربية دونك المغرب عندها كل الكاف اللي تحكيوا عليها والكاف اللي اليوم ولت المدينة الفاضلة هذه منبع الفساد في الكاف عيسى حياتي منبع الفساد فهمتي شي حاجة ولا ما فهمتي والو لا لا قاع ما تخاف على الاعلام التونسي كيف العاده تخربوا لي الهرمونات شحال اليوم في الشهر 17 هي هذيك هذيك هي الوقيته 15 16 17 18 كتجيهم هذيك الحاله والتوانسه شربوا الزعتر شربوا الزعتر باش يفوتكم شويه الوجع ويرخف عليكم الحال اشربوا الزعتر راه مزيان شربوا الزعتر باش يرخف عليكم الحال من الوجع وكذا وهذه اهضر عبال واحد باش نفهموكم اصاحبي شحال نتوما كنسمع بزاف الاصوات شحال نتوما في داك البلاطو سبعه ديال الاشخاص اش كتقولوا وتخيل سبعه ديال الاشخاص شحال هما كيهضروا تخيل دابا هاد البلاطو هذا شحال جالسين كيهضروا في هاد الحلقه هادي 3 ساعات 3 سوايع وانتم كتهضروا شنو كتقولوا اصاحبي ومع ذلك ما كيعطيوش لبعضياتهم حتى الفرصه كلهم كيهضروا في دقه واحده 3 سوايع وهما كيرغيو وهما كيهضروا وما قانعينش وباقا كيهضروا كلهم في دقه واحده ما فهمنا حتى الزمن وراه قلتها لبن مسعود وباقي كناكدها في كل مره غادي نهضر على الاعلام التونسي راه سبب تدهور الكره التونسيه هما نتوما الاعلاميين هو هاد كثرت البلاطوهات ديالكم راه تخيل الا جمعنا المحللين اللي كاينه في البلاطوهات الرياضيه وحسبناهم غادي نلقاوهم اكثر من العدد ديال اللاعبين اللي كيكونوا في البطوله التونسيه تخيل اللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله التونسيه كاملين المحللين اكثر منهم البلاطو فيه 7 8 10 الناس ما كاينه بالسوايع جالسين يهضروا اش كيقولوا الله اعلم واه هو تسمعتي شنو قالوا قالك نجاح الكره المغربيه بسبب احمد احمد دابا قول لي دابا كاين شي واحد عاقل يقول هذا الكلام شي واحد عاقل يثيق بهذا الكلام لا حول ولا قوه الا بالله نجاح الكره المغربيه بسبب ان احمد احمد مرتو مغربيه وهو عايش في المغرب وسيدي هو رجل اعمال وكان كيعطينا الفلوس باش بنينا الملاعب وباش درنا اكاديميه محمد السادس وباش نهضنا بالكره المغربيه وقال لك بسببه هو راه المغرب عنده كاس العالم 2026 ياك المرضي حنا عندنا كاس العالم 2026 وهذه الضريبه ديال 3 سوايع وانتم كتهضروا لا معلومات مفيده لا معلومات صحيحه دابا المغرب غادي ينضم كاس العالم 2026 وخديناها في الفتره ديال احمد احمد الله يمسخك لا كاس افريقيا 2025 خديناها في الفتره ديال احمد احمد لا كاس العالم 2030 خديناها في الفتره ديال احمد احمد اصلا تنسى هاد السيد هذا ولكن هاد الكلام ديال ان احمد احمد مرته مغربيه وعايش في المغرب فين كنا كنسمعوه كنا كنسمعوه عند الاعلام الجزائري الاعلام الكرغولي هو اللي كان كيردد هاد المقوله هادي في العديد من البلاطوهات سمعتها عند الاعلام الكرغولي ولكن في الفتره ديال احمد احمد الاعلام الكرغولي نسى هاد المقوله هادي ولكن الاعلام التونسي باقي متاثر بالكلام ديال كراغيلة بحكم ان تونس ولات ولايه جزائريه فراه دابا راه ولاو بحالهم ربع عقل الكلام من اجل الكلام لا معلومات صحيحه لا معلومات مفيده 3 سوايع هما كيهضروا ما كيعطيو لبعضياتهم الفرصه فين يسمعوا بعضياتهم ولا معلومه مفيده واحده فادوا بها الكره التونسيه وراه قلتها وعنبقى دائما نقولها راه نتوما هما السبب ديال الهلاك ديال الكره التونسيه ونمشيو معاكم على قدر ربع عقل ديالكم حيت دابا راه نتوما راه بحال الكراغيلة بحالكم نتوما راه بحكم انكم ولايه جزائريه راه شوف راه بحال بحال نمشيو معاكم على قد داك ربع عقل ديالكم نديروا سيدي بان المغرب نجح بفضل احمد احمد والكره المغربيه نجحت سيدي بفضل احمد احمد هضر ليا ليك انت علاش الكره التونسيه تدهورات علاش ما عندكمش ملاعب علاش ما عندكمش بطوله في المستوى علاش الانديه في تونس تدهورات بسبب ثاني احمد احمد جا دهور الكره التونسيه وجا طلع الكره المغربيه هضر لي عليك انت علاش راسك خشيتيه في الرباط انسى عليك المغرب وانسى عليك احمد احمد هضر لي عليك انت انت مالك علاش دهورتي علاش ما بقيتيش تساوي والو لا في الكاف لا في افريقيا لا في حتى شي حاجه وفي جميع المجالات ماشي غير رياضيا في جميع المجالات ما بقى حتى واحد حاسب بك والنقاش بدا علاش علاش ما بقاوش عندنا الرجال اللي كانوا كيحميونا باش كانوا كيحميوكم في عهد عيسى حياته الله يرحمه باش كانوا كيحميوكم بالفساد طارق بوشماوي هو اللي كان شاد التحكيم في افريقيا وكان كيجيب الحكام بالمقاص ديال الانديه التونسيه وبالتحديد فريقه المفضل الترجي التونسي اداريا سليف شيبوب والطبقه ديالو كانوا كيحميوكم بالفساد هادشي اللي كان عندكم كانوا عندكم فاسدين داخل الكاف وكانوا كيظلموا انديه اخرى على حساب الفرق ديالكم واش كنتو كتجيبوها بدراعكم لا كنتو كتظلموا فرق اخرى باش طلعوا نتوما نهرجوا الرجال ونظفوا الكاف من الفاسدين تحيدتوا نتوما وطاحت الكره التونسيه انا بغيتكم غير تهضروا عقلانيين علاش الكره التونسيه ما زادتش لقدام في عوض انك تبكي على الرجال اللي كانت مطلعاك بالفساد بكي على الرجال اللي ما عندكش نهضاش بالكره التونسيه بنات لكم ملاعب بنيه تحتيه في المستوى اكاديميات مدارس كرويه جاو رجال في المستوى وشدوا الانديه وطلعوها ونهضوا بالانديه التونسيه هضروا على هاد الامور هذه لا ما نهضروش على هاد الامور نهضروا على دوك الفاسدين اللي كانوا مطلعيننا بالكاف بالفساد
فينك طارق بوشماوي فينك سليم شيبو اودي قلنا لكم شحال هادي زمن عيسى حياته الله يرحمه سالة زمن الفساد في الكاف سالة دابا خدم لتحت خدم وصل البلاد ديالك وطلع بعد البنية التحتية وطلع المدارس الاكاديميات نهض بالاندية ديالك وخرج نفس في افريقيا وعاد قلب على رجال اللي يحميوك في افريقيا حمي بعدا انت الوليدات ديالك لداخل وعاد قلب على افريقيا وانت البلاد غارقة ما عندكش ملعب واحد اصاحبي جاهز ملعب واحد جاهز ما عندكش ومالكم واحمد احمد طلع الكرة المغربية والكرة المغربية رجعت بسبب احمد احمد وراه مرته مغربية وراه لا حول ولا قوة الا بالله والله الا هادشي بسبب الهرمونات شوف انا عاذركم انا عاذركم عارفكم 15 في الشهر 16 17 هذا كيتغيروا لكم الهرمونات ولكن راه كنصحكم بالزعتر راه مزيان الزعتر راه يقاد لكم الهرمونات ويحيد لكم الوجع ويقاد لكم الامور شويه حتى نتوما كتوجعوا من جهه المغرب ولعنه الله عليكم الى يوم الدين هادشي اللي غنقول لكم 600000 بلاطو رياضي في تونس المحللين اون بواغي سبعه المحللين في بلاطو واحد ثلاثه سوايع وما كيهضروا ولي من عاودها ولي من عاقولها وبالسيف اخويا جمله مفيده ما قلتوهاش خليكم مع الهرطاقات ديال الاعلام التونسي ومن عند ربي فيكم هادشي اللي نقول لكم الله يزيدكم شان نتوما بسبب داك القلب الكحل ديالكم والله لا طفرته والله لا رجعتوا لافريقيا وراه قلتها لبن مسعود شحال هادي راه ما يقارب السنه باش نوضناها انا وياه وقال لي غادي نطيحوكم ونرجعوا لافريقيا ونحكموا افريقيا ونديروا قلت له لا جيجي لا دوجه هذا عكر له والله يا بوكم لا رجعتوا بسبب داك القلب الكحل ديالكم والله يا بوكم تعتبقوا غادي مفوندين غادي هابطين خصوصا الى بقى الكوميدي قيس سعيس والله لا عمركم شفتوا النهار الابيض في ديك البلاد والحمد لله الله كينصفنا ها هي ازيد من سنه وفعلا باقنا غادي كتفونديو في الارض باقر كتخشاو لتحت علاش لان عرفناكم هذا عندكم كحل وعمر اللي عنده هذا كحل ربي ما يسهل عليه سير كمل ما فيها والو فخليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات صحيح الوضع مؤلم في المنشآت الرياضية في تونس صحيح الوضع كارثي لكن زعما ما فماش ملاعب اخرى في القاره الافريقيه اخيب من ملعب رادس وضعيتها وقاعده تحتضن في المباريات وهنا السؤال اللي يفرض روحه هل اصبحت الكاف تتعسف على الملاعب التونسيه في ظل غياب تمثيل تونسي من الوزن الثقيل داخل الفيفا قبل كان عندنا سليم شيبوب يدافع ويضرب على الطاوله كان عندنا المرحوم سليم علولو يضرب على الطاوله الله يرحمه كان عندنا سي طارق بوشماوي يضرب على الطاوله اليوم ما عندنا حد اليوم ما فماش انسان قادر يضرب على الطاوله ودافع على مصلحه الرياضه وكره القدم التونسيه انا نصور صحيح قلت انت رادس تلعبوا فيه بالاسعاف هكا ولا لكن لو كان جا عندنا شكون يضرب على الطاوله ينجم يحمي الملاعب نتاعنا زعما ما فماش ناس داخل ادغال القاره الافريقيه ملاعب تضحك ملاعب تعيش سوسه ملاعب ما تجيش حتى شيء ملعب سوسه دره قدامها ملعب صفاقس دره ملعب مسير دره بالضبط وشنو يلعبوهم هما خاطر عندهم الكتاف وحبابهم وصحابهم واحنا هنا قاعدين اقل حاجه طبق علينا القانون اي غالي طبق عليه القانون اما طبق القانون على الجميع سعد نجيد موافقك على طول هذين يخدموا عليه المغاربه والمصريين شوف اليوم الكاف كلها معناتها اللي يمثلوا فيها من مصر والمغرب واحنا الورده الوحيده اللي كانت الوحيده اللي عندنا هو سي بوشماوي نحيناه وقصيناه اللي كان يدافع على حقوق الجمعيات الكل واللي دافع على الحكام نتاعنا معناتها والدليل معنا حتى حكم معنا يزفر في الفينال نتاع الكوب دافريك معنا حتى حكم يمشي لكاس العالم دونك احنا نحكموا في رواحنا حطمنا رواحنا دونك السياسه هذه جات ضدنا خاطر فما المصالح تغلبت على المصلحه العامه سي بوشماوي وقتها ستما معناها تقصى على اساس باش يدخل شخص اخر في عضو تضربوها يدي تونسيه هذا هو دونك عكس اللي موجود في مصر وفي المغاربه والدليل ان اليوم الاهلي معناتها الاخر كوب دافريك هزتها بالخدمه اللي خدمتها في الكاف خاطر معنا حتى ممثل معناتها ظلمه الترجي معناتها جربها خاطر ما حتى واحد ما كان موجود غادي يدافع على حقوق الجمعيات التونسيه هذه النقطه هامه اليوم كيف في المنشآت الرياضيه المنشآت اللي هو موضوع الساعه توا المنشآت الرياضيه شوف راهو بعد ساعات كي نغلطوا يلزمنا نقولوا غلطنا ونستعرفوا ونصلحوا الناس كل تغلط فاش ظلمت الترجي في نار لا ظلمت لا في مصر في مصر ظلمت في مصر سعد مجيد سعد مجيد سعد مجيد علاش قبيلك قلت مغرورين في عبد المجيد مصر تخسرت في عبد المجيد وقت الفار هو اللي نحل فيه لعبته بلاش فار تمام سعد مجيد ما تخرجليش عن الموضوع لا هو انت مرت معلومات نتكلم فيك اسمعني انت مرت معلومات على ملعب رادس تفضل خسرته تمام
نحكيو على ملعب رادس. تظلمنا تظلمنا ونعاود. لا ما تظلمتوش. برا قول انت ما تظلمنيش. وانت برا قلت بالنسبه شوف وقت تبدا السياسه. سامحني ساعه باش ماك تعرف فما ولاد الحلال يستناو يستنوا في الدوره. وقت نحكيو على الترجي نسمح لك اعطي وجهه نظر. ايه هو خاطر عطاه مع هو هو خرج على الموضوع فوالا خليني نرجع احكي لي على رادس. انا على التمثيل اللي ما عندنا حتى واحد يدافع. قلت ما عندنا حتى واحد. الترجي ظلمت والكلوب ظلمت والصفاقس ظلمت والايطوال ظلمت والانديه الكل ظلمت في القاره. بالنسبه للملعب بالنسبه للحاله هذه وقت نقولوا غلطنا لازمنا نصلحوا. اليوم الصيانه نتاع الملاعب الكل ما عادش تمشي تنجم تكون تحت البلديات. راهو اليوم الناس تقدمت. رادس ما خليش انا رادس حتى لين يتشق باش نبدا نفكر. لازم نسبق. فما كاي دو شارج وفما ديوري دو في تتعمل. هذه كلها قرارات تتعمل. اليوم معناتها يلزم الوزاره. هذا مشكل يهم الوزاره. اليوم الخواص مفروض باش هو فما مؤسسات مختصه في صيانه الملاعب يعملوا معهم دي كونترا. ما عادش بلديات اليوم تعمل في الصيانه. بربي الحمد نتفاهم معاك. أي. في اطار الحديث على سياسه المكيالين. أي. ملعب الوداد في المغرب. أي. ما غير كراسي. أي. ويلعبوا فيه الكاف ما شافتوش. ما قلنا ما شافتوش الكاف. قلنا هذه يا سحر. الكاف ما تشوفوش. علاش يا سحر؟ لا التلوينات نتاع الشمس غادي ما تشوفوش. ماذا يا سحر؟ احنا هنا يلبسونا ميكروسكوب باش يشوفونا حفره تدخل المال. يا سحر يا صاحبي خاطر نذوكم عندهم شكون يضرب عليهم. احنا تعرف مش كنا تعرف مش كنا شنو مجد بعنا التونسي طارق بوشماوي مش نوصلوا لقطة على المغرب. بعنا طارق مش نوصلوا لقطة يا صاحبي. حاجة أخرى مهمة برشا نكمل معاك ونختم. حاجة أخرى مهمة برشا. قبل كانت السلطة التونسية هي اللي تزكي التونسي اللي ما يترشح. مش الجامعة التونسية اللي كنت قدمت تزكي. الدولة التونسية تقول لك ساند صاحبي بكار ساند مجيد كوبانتيني خاطر هذه مصلحة الدولة مش مصلحة شخص. مالوريزمون احنا ولينا سي طارق بوشماوي وقت اللي يهب كان خاطر سي طارق ماهوش طارق بوشماوي وبركه. راهو عندنا برشا غير رجال برشا كفاءات قادرين يدافعوا على الرياضه. شو شو طارق بوشماوي كان حاضر وكان جاهز باش يمشي لرئاسه الكاف. الكاف صحيح. اي تضرب بنار ولاد بلاده وكاو واضح. شكون ضربه؟ شكون ضربه؟ بربي حاجه كلمه امان كلمه تفضل كلمه. كلمه بنار شكون ضربه؟ توا هكا ضربوا المسؤول على كره القدم التونسيه. ضربوا وديع الجري. وديع الجري يقول لك طارق ضربني. لا لا ضربوا وزكى وزكى شوف وزكى وزكى لقجع وزكى وروايتي لقجع. احكيوش روايه واحده ما تكلموش مع بعض. احكيوش روايه واحده. تفضل سيمون. شفت الكلام اللي قالوه كله صحيح بالعلاقات. احمد كلمتين سمعني. احمد رئيس السابق بتاع الكاف زوجته مغربيه. شوف شو عمل في الكره في المغرب اليوم. شنو هو اللي موجود في التاون. شوف نسيت حضورتكم في الكاف. لا 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 معناها يسكن في المغرب وزوجته مغربيه. دونك المغرب عندها الكاف اللي تحكيوا عليها والكاف اللي اليوم ولت المدينه الفاضله بمنبع الفساد في الكاف. عيسى حياتك منبع الفساد. خنكمل كلامي. منبع الفساد في الفيفا. خايف شرطه ونظافه هما اليوم باش يحاسبونا ويدقوا. اما احنا اعطيناهم الفرصه والدليل اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم مستعمره من طرف الفيفا. انيس نختم معاك مع عبد الله. لا انا ما تكلمتش فيه. لا ما تكلمتش. نرجع لك في كلمتين على الجامعه والكاف. الكاف مش موضوعنا احنا. لا على غياب تو نرجع لك مات. انيس في كلمتين. شوف يا حبذا يكون عندنا ممثل تونسي في الكاف باش يحمي لنا مصالحنا وحقوقنا من الظلم. لكن ما حشتيش ممثل عن تونس في الكاف باش يخليني نخرق القوانين ولا نخرق اللوائح ولا ما نحترمش المواصفات اللي لازمني نحترمها. فماهوش باش يحل لي مشاكل الملاعب نتاعي كي يكون عندي ممثل في الكاف. ما عندوش علاقه ببعضه. انا عندي ملاعب ما فيهاش المواصفات يلزمني نصلح الملاعب نتاعي. فما ملاعب ما فيهاش مواصفات. خلص لك. هما عندهم ملاعب ما فيش مواصفات خليهم يلعبوا فيهم. انا عندي مشكله. عندي ملاعب الحق ما فيهاش المواصفات. اجي نصلح الحل كيفاش نصلحوا ملاعبنا. مش اللوج ممثل باش يخليني نلعب. كيفاش نصلحوا ملعب؟ شوف انا ملعب المنزل تفكر صغير ثلاثه ماتشات. اي خل نقول لك معناها لونتروتيان قبل ثلاثه ماتشات تفكروا في المنزل يتلعبوا ثلاثه ماتشات وانت لابس عليه. اليوم ملعب رادس ناقص صيانه. نفكروا اليوم الناقوس على شعل والضوء الاحمر شعل. انتم تحكيوا على مباريات كاس افريقيا. لا لا البطوله التونسيه تنجم تاخف. لانه يعني عندك زوج جمعيات عندهم جماهيريه كبيره وحضور جماهيري كبير يلعبوا في رادس. 26000 ابوني ما تلعب لك في حتى تيران اخر مثلا. اذا اليوم لابد من الصيانه توا قبل الغدوه
شفتوا مش الملعب انا نقضاه. شفت النصيحه هذه من اللي كنت نقرا في السيزيام نسمع فيها الصيانه الصيانه وشيء ما فماش صيانه ما فماش صيانه. احنا ما تطيحش الداله كي تطيح الداله نقولوا عندنا مشكله، ما تحطش الداله ديما لاباس رقع ودهن وتحط صاحبي المسلم تهو الموضوع كلمه برك كلمه برك تهو راهو ثم ريسك نهار من النهارات تطيح الداله ويموتوا الناس الله لا يقدر. لا ليش نقول لك انا ريسك اكزيست على التمثيليه التونسيه في الكافي كلمه اي على التمثيليه نبدا من اخر جمله ثم ريسك شنو تطيح الداله باهي العله فينا نحن مش في الكاف ويزيو من نظريه المؤامره. شوف خليك انت هاك قلت تطيح الداله دونك المشكل في ملاعبنا خويا صالح لا تمثيليه كاف ولا هم يحزنون. بالنسبه لغياب التمثيليه التوانسه ضربوا بعضهم ما ثماش تونسي ضربوه جماعه اخرين التوانسه ضربوا بعضهم التوانسه ضربوا بعضهم وانا اللطف علينا من الضرب. كان هذا اول فيديو ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات الناس مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.